ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجل شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ألو أنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول له والمفعول لأجله مصدر جاء علة لعامل شاركه في وقته وفي فاعله انتهى. زرت مكة رغبة في الأجل، رغبة مفعول له، رغبة مصدر، رغبة علة للزيارة، فاعل الزيارة أنا وفاعل الرغبة أنا، الوقت واحد واحد واضح. إذا انتفى شرط من هذه الشروط عليك أن تجره بحرف يدل على التعليل، إما الباء أو من أو في حرف يدل، والأصل فيها اللام، الأصل فيها اللام. تقول لا يجوز أن تقول زرت زيدا اليوم رغبة في معروف غدا، اتحد الفاعل واختلف الوقت، ففي هذه الحالة تقول زرت زيدا اليوم للرغبة أو لرغبة في معروف غدا. ومثال اختلاف الفاعل لا يجوز أن تقول زرت والدي محبته إياي، أنت فاعل الزيارة والمحبة علة الزيارة، لكن الفاعل اختلف، أنت فاعل الزيارة وفاعل المحبة أبوك، ففي الحالة تجره بحرف تقول لمحبته إياي. قال مثال ذلك أن تقول مثال ذلك في الشواهد العربية فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، فجئت قال امرؤ قيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، خلع الثياب علة للنوم لكن الخلع سابق للنوم، جره بالحرف قال فجئت وقد نضت لنوم جره بالله. وبذلك اختلاف الفاعل وإني لتعروني لذكراك هزة، أنت فاعل الذكرى وفاعل الهزة العرو. ومثال اختلاف الفاعل والوقت في آية واحد قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، فاعل الدلوك الشمس وفاعل الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلوك سابق على الصلاة لذلك انجرت بالحرف. ومثال عدم المصدرية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة من النار في هرة، دخلت امرأة من النار في هرة، الهرة ليست مصدرا وذلك لكن هي علة دخول النار، نسأل الله العافية يعذب لنا. فعندما صار المصوب غير مصدر انجر بفي حرف يدل على التعليل، وكذلك تدل الباء على التعليل كقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا، فاعل الظلم أهل الكتاب وفاعل التحريم الله جل جلاله، اختلف الفاعل فانجر المصدر بحرف جر أنا قوله وإن شرطه فوقد فجره بالحرف. وابن مالك من دقته لم يقل جره باللام، قال بالحرف، أي حرف يدل على التعليل استعمله لاما أو في أو من والأصل فيها اللام أو الباء. أما قوله وإن شرطه فوقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط، لو استوفى الشروط كلها يجوز لك أن تنصبه، خلافا للجزولي إمام المغاربة قال يستكمل الشروط كلها لا يجوز أبدا جره. لا يجوز أن تقول على رأيه زرت مكة لرغبة في الأجر، عليك أن تقول رغبة في الأجر. ورد عليه بقول الشاعر من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر، من أمكم لرغبة فيكم، كان عليه يقول رغبة فيكم على مذهب الجزولي، استكمل الشروط كلها وانجر بالحرف، وهذا قول ابن مالك وليس يمتنع مع الشروط كالزهد إذا قنع، قنع لها زهدا أو قنع لها لزهد، وقل أن يصحبها المجرد. ومع ذلك إذا كان المصدر المنصوب مفعولا لأجله إذا كان نكرة، إذا كان مجرد مال والإضافة يقل جره، يقل أن تقول زرت مكة لرغبة في الأجل، بل أكثر أن تقول زرت مكة لرغبة في الأجل إذا كان مجرد مال والإضافة، والعكس إذا كان معرفا بال الأكثر جره باللام. واضح؟ قد يأتي معرفا بال، لكن الأكثر إذا كان معرفا بال يجر باللام، تقول زرت مكة للرغبة في الأجل. واضح؟ زرت مكة للابتغاء، للابتغاء لوجه الله تعالى، للابتغاء للثواب. وإذا كان مضافا ولم يذكره ابن مالك فيستوي الوجهان، يستوي جره باللام وانتصابه. قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله مجرد من الجوال الإضافة وانتصب على المصدرية. وفي سورة البقرة نفسها، وفي سورة البقرة نفسها قال وإن من هذا ما يهبط من خشية الله، وإن من هذا ما يهبط من خشية الله انجر بمن،
إذن إذا كان مجرد ملء الإضافة الأكثر نصبه على نبعود أجله، وإن كان معرفا بأل فالأكثر جدا جره بالحرف وجاء غير مجرور، وهو مثال ابن مالك بيت لعربي نقله كما هو وجعله بالألفية صار جزءا منها. قال وأنشدوا لا أقعد الجبنة عن الهجاء ولو توالد زمر الأعداء، لا أقعد الجبنة إلى الجبن معرف بأل وجاء منصوبا على نبعود أجله ولا من جربه بالحرف. والله صلى الله عليه وسلم.